خلينا نبدا النهارده بتكريم الجميل اللي حصل يوم الاثنين اللي فات من مجلس اداره النادي الاهلي. تكريم الرياضي وهو بيلعب في النادي الاهلي ده اعلى تكريم بالنسبه له، ان هو اتكرم في وسط ناديه بعد ما تعب وعرق وساب حاجات كتيره في حياته عشان في الاخر يلاقي النادي الاهلي كمان بيكرمه. صدقوني اللعيب لازم يكون عارف حاجه مهمه جدا، كل لعيبه على مدار تاريخ النادي الاهلي بيحطوا نقطه او ميداليه او بطوله في تاريخ النادي، هو دول ولاد النادي الاهلي. بمعنى ان احنا كل لعيبه البطولات بتبقى فيه انجازات، ده التاريخ، هو ده تاريخ النادي اللي اتصنع من 120 سنه او عفوا 112 سنه، ده تاريخ النادي. فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا، اتمنى اللاعبين يكونوا عارفين ده وحاطين ده جوه دماغهم علشان يعرفوا ان اي بطوله النادي الاهلي بيخسرها بتقل بطوله مننا، لكن احنا دايما عايزين نزيد في كل البطولات في المرحله اللي جايه. فلعيبه النادي الاهلي وهي داخله على سيزون جديد كده قوي لازم يكونوا عارفين ان احنا عايزين نزود التاريخ كمان بطولات كتيره جدا جدا للنادي الاهلي عشان التاريخ يكتب في المرحله دي. في الوقت ده اللعيبه دي عملت بطولات كتيره للنادي الاهلي، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه والحاجه المهمه وانا واضح جدا اللي اتعلمته في النادي الاهلي حاجه مهمه جدا، ان القرار بيكون جوه النادي، مش لازم نطلع نتكلم ونقول فلان او واحد عمل او واحد ما عملش. انا بتهاجم كتير، واول مره هتكلم بصراحه شديده، بتهاجم كتير من وقت كبير ان انا لعيب هاندبول والنادي الاهلي والاتحاد والقصه دي كلها. انا النهارده بره اتحاد اليد، بمعنى الفتره اللي انا كنت قاعد في اتحاد اليد لازم كنت احافظ على السر عشان ده اللي اتعلمته في النادي الاهلي، ولما بكون جوه النادي الاهلي لازم احافظ على السر ومش لازم اطلع. المجد اللي احنا بنعمله ده مجد للنادي كلنا كده، من مجلس الاداره لكل الساده الافاضل اللي بيشتغلوا في النادي الاهلي، ده مجد للنادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي. القرار جوه النادي، مفيش حد فينا في الدنيا اتعلمنا كده ان هو يطلع يقول انا عملت وانا سويت. مهما عمل ومهما سوى مش لازم التفاصيل، لكن اهم حاجه النتائج. نتمنى الناس تكون فاهمه اللي انا بقوله ده كويس جدا جدا جدا، مش عشان خاطر حاجه، لان انا في يوم من الايام مش هطلع ومش هتكلم ومش هقول اي حاجه بتحصل في الخلفيات، لان ده الصح، ده اللي انا اتعلمته شخصيا داخل النادي ده وهفضل محافظ على ده. ولو في حد جه على النادي الاهلي وانا موجود النهارده هنا مذيع لازم هتكلم، وهتكلم بحياديه شديده جدا في كل المواضيع وباسلوب واضح جدا للناس. الموضوع مش مهاجمه لحد ولا مهاجمه لشخص ولا مهاجمه للاتحاد، انا بتكلم على حقائق بتحصل داخل مباريات الفرق، فرق النادي الاهلي اللي انا كنت في وسطيها. اتمنى ما حدش يزايد عليا انا شخصيا في اهلاويتي. اهلاويتي دي من الصغر، من 7 سنين دخلت النادي. النهارده 43 سنه جوه النادي ده. بحب الكيان، بحب الشغل جواه او براه، ولو طلب مني عنايه الاثنين لازم اديها للكيان ده. اتمنى الناس تفهم الموضوع ده كويس جدا. خلينا نروح لاخبارنا واخبار مهمه، ونبدا بكره اليد اللي محيره جماهير كتيره جدا في النادي الاهلي. فريق كره اليد فعلا حصل تدعيم، الجماهير زعلانه بتقول لا، في نفس الوقت مجلس الاداره هو صاحب القرار. خلينا نمشي دايما مع مجلس اداره النادي الاهلي ونكون كيان واحد، جماهير وكمان مجلس اداره.